السلام عليكم. بهذا الفيديو راح نحكي عن المصفوفة ثنائية الأبعاد. احنا اخذنا مصفوفة ذات البعد الواحد اللي هي رو واحد، هسه راح ناخذ ذات البعدين. ذات البعدين ما هي الا رو فوق رو، اوكي؟ ولذلك راح تشكل لنا كولومز وراح تشكل لنا روز. شنو يعني كولومز؟ شنو معناه روز؟ الرو بمعنى السطر، والكولوم هو العمود. هذا كولوم، اوكي؟ هذا رو، واضح؟ فعندنا راح تشكل لنا كولوم ورو، بس ما ننسى حقيقة انه هي رو فوق رو، يعني هي مصفوفة احادية واحدة فوق الاخ. فبما انه هي واحدة فوق الاخ، ولذلك نتعامل وياها بالفور لوب بس بطريقة اخرى، وراح اعلمكم فد تريك، فد حيلة تسويها على مود لا تدوخ ابد. قال لك مسوي لي مصفوفة 2 في 2، هاي 2 في 2، اوكي دكتور. انتجر اي 2 في 2 يعني 2 رو عمو، يعني 2 اسطر و2 عواميد. جاي تشوفوها 2 اسطر 2 عواميد، هذا عمود هذا عمود، هذا رو وهذا رو، 2 في 2، اوكي. فأريدك تسمي لي جواهن جوا هذا، تسمي لي جوا انتجر R بهالطريقة، تكتبها بالورقة. أريدك هذا تسميه R، هذا تسميه C. هذا يرمز للرو على مود تعرف الرو هو السطر، وهذا يرمز للكولوم على مود تعرف انه جاي ارمز للكولوم، اوكي؟ على مود من يسوي فور لوب راح تكون عليك بغاية السهولة. شلون؟ هسه نيجي نشوف هاي المصفوفة، هي ثنائية، يعني ثنائية الأبعاد بها رقمين فوق ورقمين جوا، تمام؟ الرقم الأول إلى الإندكس صفر، وإلى يعني إلى الآر صفر، وإلى السي هم كذلك صفر. هنا قيمته بالرو شقد؟ هي واحد، عفوا بالكولوم قيمته واحد، وقيمته بالآر هي صفر، يعني هو بيا رو. هسه هو بالرو صفر، لو مو بالرو صفر، بالرو صفر، بيا كولوم بالكولوم واحد. شوفون الموقع مالته، هذا قيمته وين؟ هذا بالرو واحد، بيا كولوم بالكولوم صفر. هذا وين؟ هذا بالرو، بالرو واحد، بيا كولوم بالكولوم واحد، اوكي. فاريدك تكتب لي ال R وال C جوا من؟ تخلي لي اياها جوا المصفوفة ثنائية الأبعاد اللي تعرفها، اوكي. فهسه هنا احنا شو مسوين؟ مدخلين بها قيم. القيم شلون تعرفها؟ على عكس المصفوفة الأحادية، هاي تخليني يعني تسوي قوس لمجموعة كبير هيجي، بداخله قوس صغير. هذا القوس الصغير تخلي بيه قيمة الرو الأول. فهسه احنا بالرو الأول ايش عندنا؟ 2 وعندنا 1، اوكي؟ هذا الرو الأول. الرو الثاني ايش عندنا بيه؟ عندنا بيه 4 وعندنا بيه 3، اوكي؟ إذا الرو الأول هذا بيه قيمتين، هاي جاي تشوفون، هاي هسه هنا القيمة المن تابعة، تابعة للرو. هسه هذا الرو الأول اللي تابع لهذا يكون 2. هذني بأكمل هني مثلا الكولوم، يعني هذا يمثل الشي يسمونه الاثنين، والأربعة يمثلن الكولوم، يعني رو، وراح يصير هذا الرو الأول وهذا الرو اللي راح يصير جوه. هيك اريدك تتخيل لي اياهن، تتخيل هذا الشكل شلون راح تتمثل. خلينا نجي نشغل ونشوف ايش راح يطلع ويانا. يعني كل شيء ما راح يطلع ويانا لان سيمي كولوم ناسيها. نشغل، راح يطبع لنا نفس الشكل اللي موجود عندنا بالصورة، 2 1 4 3، اوكي زين. هسه اذا اراد من عندنا انه نضيف هنا بعد 5 و 6، كم رو راح تصير؟ هاي راح نضيفها عليه من، راح نضيفها على الرو، لان احنا قلنا هي رو فوق رو، اوكي.
إذا يا عداد زيد هنا احنا رمزنا لهن، رمزنا لهن انه الار بمعنى رو، إذا هنا نزيد، نزيد قيمته واحد. نجي هنا نزيد هم كذلك القيمة، نسميها خمسة وستة. اوكي زين، على يا عداد بيا فور لوب نزيد على العداد مال الار. اوكي اذا هذا العداد اللي يزيد، هم كذلك نسوي ثلاثة. نجي نشغل، صاروا يعني نفس النتيجة. ليش؟ لان نظمناهن وخلينا الار والسي جوا الابعاد مال المصفوفة على مود ابدا لن تيه. هذا الغرض الرئيسي اللي قلت لكم عليه، الار والسي هيك نكتبهن جوا ابعاد المصفوفة. البعد الاول نكتب جوا رو، البعد الثاني نكتب جوا كولوم، ونجي نسوي فور لوب. هسه احنا افتهمنا الابعاد مال المصفوفة، نجي نسوي فور لوب الاولى اللي هي تابعة لمن؟ تابعة للرو، لان احنا راح نطبع الرو الاول ونطبع الرو الثاني ونطبع الرو الثالث، فتكون تابعة لمن؟ للار. الار ايش قد يساوي؟ يساوي صفر مبدئيا، ننطي القيمة صفر. الشرط مالته شنو هو؟ الار اصغر، بالفيديو ذاك قلت لكم الار يكون اصغر من من؟ من الرقم مال الار. الار ايش قد فوقه الرقم؟ ثلاثة. اوكي اذا ثلاثة سيمي كولوم الار زائد زائد، هذا اللي خاص بمن؟ خاص بالار. اوكي نخلي بين الاقواس مال المجموعة، هنا نطب بداخله، نسوي فور لوب ثانية، فور لوب ثانية المن للسي. اذا عندنا فور لوبات اثنين، واحدة للار واحدة للسي، تكون سي ايضا تساوي صفر. شرط التكرار مالتها انه تكون السي اصغر من شقد؟ الرقم اللي فوق السي اللي هو الاثنين، سيمي كولوم السي بلس بلس. هنا نطبع سي اوت، سي اوت المن للاي، الاي المن للار، المن للسي. شوفوا ابد ما تتيه الموضوع نهائيا، ما يتيه وياكم بعد. اوكي نسوي هيجي ونخلي مسافة على مود لا يتحاشكن الاسطر. اوكي ورا ما خلصت الفور لوب الاولى وطبينا للثانية، اريد من يخلص الفور لوب الثانية شو اريد يسوي؟ اريد هم كذلك يطبع لي اند لاين. ليش؟ لان هسه خلينا نشغل، خلي اشوفكم الشكل مالته شو راح يصير يخزي. خلينا نشغل، هيك طلعت يعني كلش غلط. انه صحيح نفس الهسه 2 4 هاي 2 1 2 1 4 3 4 3 5 6، بس احنا شو نريد؟ احنا نريد ايضا همين كذلك انه يكون يعني اند لاين بالموضوع. شلون تكتب سي اوت؟ سي اوت اند لاين سيمي كولوم. هسه نشوف شكلها شلون. اوكي تمام. اذا اريدكم بالبداية شو تسوون؟ تعرفون المصفوفة على الابعاد اللي قال لكم اياها. قال لكم مصفوفة اريد اربعة في خمسة، يريد مصفوفة اربعة في خمسة، صار دكتور اربعة في خمسة، هذا اربعة لا مو اربعة، هاي خمسة لا مو خمسة. تمام الار والسي مالتنا هسه نجي نصفطهم على حسب الهاي، ايش قد عدد الرو؟ اربعة. احنا قلنا ان بكل وحدة من ذني، كل وحدة من ذني تمثل لنا رو. هسه ذني عندنا ايش قد؟ عندنا ثلاثة، بعد نضيف عليهن اثنين، هسه ليش تسويتها بصعوبة؟ عمي قال لكم اريد اربعة في اثنين، انا مو لا نشمر بعيد. اوكي دكتور هاي الاربعة هنا يعني أربعة رو، الأربعة رو شو نسوي؟ يعني خمسة لأن المصفوفة تبدي من الصفر، هيك راح تكونوا يعني أربعة في اثنين يعني أربعة رو، يعني راح يكون أربع روات يريد على اثنين كولوم. اثنين كولوم هذا المقصود منه الكولوم، أرجع وعيد، وهذا مقصود منه
مرة. هسه هذني كم مرة؟ 1 2 3 4 5. ليش؟ لان قلنا انه المصفوفة تبدي من الصفر، فالصفر يحتسب. زين، هسه عليها عداد نزيد على عداد الار اللي هو هذا. عداد الار ايش قد؟ 4. اوكي 4، تمام خلصنا. خلينا نشوف. اوكي شكرا، خلينا نشغل. اوكي 1 2 3 4. نجي نشوف انه اشتغل ويانا بشكل طبيعي. زين، شنو بعد يريد يجينا؟ اذا راد يجينا شي فهو انه شلون ندخل قيم للمصفوفة ذات البعدين. يعني بكل بساطة نفس ما قلنا، اريدك انه ترتب لي اياها بهالشكل بالدفتر، تخلي الار والسي جوا القيمة الاولى والثانية على مود تعرف انه هذا الرو وهذا يعني الكولوم. اوكي، هنا بدل ما سوينا سي اوت هنا نسوي سي ان. يعني اوكي خلي نسوي سي ان المن، يعني هيجي ندخل عناصر للمجموعة لل المصفوفة اللي هي ذات الأبعاد. اوكي للآر والسي، فنفس الفور لوب نفس المفهوم. اريدك انه يعني تحفظ لي هاي الفورمة اللي هي اجيت تريد تعرف مصفوفة، تكتب انتجر اي تساوي اول شيء نكتب لها الابعاد مالتها. هذا الار ايش قد؟ 3 في 4 يريدها، هاي 3، هاي 4، 3 في 4 سيمي كولوم. انت الار تخلي لي هنا وتخلي لي السي هنا، وحدة جوا وحدة. اوكي النوبة بسوي الفور لوب. فور لوب تابعة المن، اول شي تابعة للار، تقول له الار تساوي 0 سيمي كولوم. مقدار زيادة شقد؟ الار اصغر من شقد فوق الار؟ 3. ما يعني اقوم بعد ما افكر، اقوم ابوع واكتب الار زائد زائد، افتح اقواس، اطب بداخل الاقواس، اسوي فور لوب ثانيه، فور لوب ثانيه اسميها للسي ايش قد تساوي؟ ايضا تساوي 0 سيمي كولوم. السي اصغر من ايش قد؟ اصغر من الاربعه، هاي هذا سي، هاي 4، اصغر من الاربعه سيمي كولوم. السي زائد زائد بمعنى انه هنا ريد لل للكولوم. زين هنا نسوي سي ان، سي ان لمن؟ للاي، للاي المن للار بعد للسي سيمي كولوم. هاي انتهى الموضوع، انتهى الفيلم. هاي المصفوفة ثنائية الأبعاد. هسه نطببها، خلي نطبع هم كذلك. هسه هذا نفس السطر كرره جوا، سوي سي اوت وفر الاقواس، مو الاقواس هذني ما ادري شنو انه، نقول له مثلا 1 1 2، لا عفوا 1 2 3 4 5 ما ادري شنو اي شيء كان، لو ما ادري شنو ما ادري شنو ما ادري شنو ما ادري شنو. اوكي هيك هسه بهاي الطريقة طببنا مجموعة من الأعداد بداخل المصفوفة ذات البعدين. زين خلينا نطبعهم بعدين. هسه هذا أمر الإدخال، هيك الدخل. إذا قال لك سوي لي يعني دخل لي قيم، يعني تدخل من قبل المستخدم. زين نفس هذا الفور لوب تسوي لي، بس هنا بدل السي ان مثل ما قلنا تسوي سي اوت وبالنهاية مالته تسوي
هنا عم يعني تسوي هالشكل، وهنا اسوي سي اوت للاند لاين. خلي نطبب بعد مصفوفة 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اوكي هيك طلعت ويانا المصفوفة. اوكي خلينا نسويها مصفوفة شقد؟ 3 في 3 على مود يطلع لنا 9، يعني تطلع لنا مربعة. اوكي هسه احنا وين خلينا مقدار الزيادة؟ 3 في 3، يعني خلينا مقدار الزيادة بالسي، نعلي السي نصيها العفو نسويها 3، وهنا كذلك السي نسويها 3. جا تشوفون شلون تصير بسهولة تتعاملون وياها اذا نظمتوا الورقة. اوكي هسه شقد المفروض نطبب 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هاي طلعت لنا مربعة من 1 إلى 9 بهالشكل. هذا هو، هذا كل ما يخص المصفوفة ذات البعدين. الفيديو الآخر راح أشرح بيه شلون تطلعون الأقطار الرئيسية والقطر الرئيسي والقطر الثانوي، شلون تطلعون الجزء العلوي وشلون تطلعون الجزء السفلي بيه.